مبدئيا انا عارف كتير من الدكتور حاجه كلها النهارده كان في حاجات كتير تبقى في الاربع ورقات دول. حلو. ثانيا الجزء الفيتامينز ده قليل قوي لما بيجي في الامتحانات يعني ولما بيجي اسئله معينه. حلو. هنقول بقى ايه؟ المختصر المفيد. بالظبط المختصر المفيد. يعني هو بالظبط عندنا ايه؟ عندنا في ووتر سولف فيتامينز بعد الصلاه موجود الاسئله اللي جت في الامتحانات يعني. الفاتشر والفيتامينز الاول. هي الميه دي كويسه يا دكتور ولا مش عارف؟ لا ما اعرفش. معرفش الموضوع ده. مين هم الفاتشر والفيتامينز بتاعتهم؟ اللي هو بتاع البايو اللي هو كده تكنيك او كده او اي حاجه يعني. خلاص. طيب فاحنا نبدا كده مبدئيا هنلاقي عندنا كل فيتامين احنا بنتكلم عليه او المفروض اللي في الكتاب عليه. تمام. مين في حد اللي ذاكر الكتاب؟ طيب ركز بقى معايا عشان يعني في حاجات كتير في الكتاب مالهاش اسم. في عندنا سورسز دي مش هنعرف ندخل نذكرها لان مالهاش لازمه. مش فاكر الكتاب ولا مش فاكر يعني الفيتامين ده بيجي منين؟ ملوش لازمه. بعد كده الفيسيولوجيكال رول الفانكشن بتاعت الفيتامين هل زدت علينا في شيء؟ خلاص بأي فيزيولوجيا كانوا انا مش هشرحها النهارده. عايز تقرا اقرا مش عايز تقرا تقرا خلاص. ماشي؟ ليه؟ لما تهمني الكوميونتي دي الفيزيولوجيا كانوا له رمان. خلاص؟ لكن اللي يهمني ايه بقى؟ والله لو نقص يعمل ايه او لو زاد يعمل ايه؟ ماشي؟ تمام. بس في نقطة. لو نقص مثلا هيعمل ديزيز اسمه كذا. حلو؟ الديزيز اسمه كذا ده هنقول فيه ثلاث حاجات او المكتوب فيه ثلاث حاجات. المانيفستيشن دي عليها؟ لا. ليه؟ هو مش هيجيب لي الانفستيشن بتاع الديزيز زي ما كنا بنقول الكلينيك ادكشن مش علينا في اللي هو ايه؟ الترم الاولاني. لكن انا يعني ايه بقى؟ ايه هي البريديسبوزنج فاكتور؟ انا بس كوميونتي عايز اشوف مين البوبيوليشن ات ريسك وعايز اعمل بريفنشن. حلو؟ فدول اللي يعني خلاص في النقص تحديدا الزياده حتى مش موجودين كتير يعني. احنا هنمشي ازاي؟ ماشي. بالنسبه بقى للفيتامين هنبدا بايه وايه وكيه لان هم صغيرين يعني احنا هنكتب على دول فراغ. هنكتب على دول فراغ دول عمرهم ما جم في الامتحانات. انا يعني ايه بقى في الجدولين اللي موجودين عندكم دول في الاي وكي؟ عندي الفيتامين اي او اي معلش ده انتي اوكسيدنت. خلاص انا عندي النقص بيعمل ايه والزياده بتعمل ايه؟ برضه ده قراءه يعني انا ما بتمنيش يعني. النقص بيعمل ايه؟ لا ام اف عندنا دي عندنا اول حاجه ايه الام اف ديت اللي هي الفيتا زد وعندنا الام اللي هي من التريلت اللي هو فيرتيليتي يعني وايه ومصر ويه. تمام. طب النقص او قصدي الزياده فاتيج ريتابيليتي مش عارف ايه هذا يعني مش شيء. بس انا يهمني بس حاجه واحده اللي ايه؟ ان الفيتامين كده هو الانتي اوكسيدنت بس. طيب بالنسبه للفيتامين كي ده بيعمل ايه؟ المفروض ده بينتج الفيتامين كي كلوتنج فاكتور اللي هي موجوده فين؟ في الليفر. وبالتالي لما ينقص هيعمل ايه؟ هيعمل لي برولونجيشن للكلوتنج تايم وبالتالي هيزود السستربتي للبلين. تمام. طب يعني ايه كمان؟ يعني ايه البوبيوليشن ات ريسك؟ مين؟ النيوبورن. ليه؟ هو مين اللي بيصنع الفيتامين كده؟ البكتيريا فلورا اللي موجوده في الانترسيل. طب واحد نيوبورن لسه البكتيريا فلورا ما اتكونتش. تمام. وبالتالي بيبقى عنده نقص فيتامين كي وبالتالي اول ما العيل يتولد لازم ياخد فيتامين كي. تمام. فبالتالي الناس الاكثر عرضه اللي هم مين؟ النيو بورن.
في كمان كنت معلم عليه في جملة كمان البوبيليشن ادريس مكتوب الجملة الثانية امبيرد الابزوربشن اوف الفات ده الجملة ديت على كله ما هو الفات سولوبل الفيتامينز دول لو مفيش او لو في مشكلة في الفات ابزوربشن فهم مش هيحصل لهم ابزوربشن فديت مش بس الفيتامين دي خلاص فدول اللي انا عايزهم بالفيتامين دي والبي مش عايز في ده نركز بقى فين في الاثنين اللي بين عندنا فيتامين اي وفيتامين دي طيب هنلاقي في فيسيولوجيكال رول في الاول تهمني لا هنكتب على اقرا هنكتب نيجي بقى هنتكلم على فيتامين اي الزياده بتاعته بتعمل ايه والنقص بتاعه يعمل ايه ده سؤال وده سؤال بس مين الاهم النقص لكن الزياده مش قوي فبيكون فيتامين دي توكسيسيتي تعمل ايه عندنا والله يا اما اكيوت يا اما كرونيك يعني ايه اكيوت وكرونيك اكيوت يا هو تعرض لكميه كبيره في مده صغيره لكن كرونيك تعرض لمده صغيره قصدي كميه صغيره لمده طويله خلاص طيب الاكيوت ده ممكن يعمل ايه الحاجات اللي هي الايه العاديه يعني انا حاطط اكثر من 500000 انترناشونال يونت فبتعمل لي نوزيا وبومتنج غيريه الريدابيليتي وهكذا لكن يجي بقى ممكن يسالني ايه هي الكرونيك 500000 تمام اكثر الكرونيك بقى ديت اللي مهمه عندي شويه الكرونيك ده قلنا ان هو بيتعرض ايه لجرعه صغيره بس على مدار فتره طويله تمام طيب بيعمل ايه بيعمل كلمه حكيم حكيم عنده هشاشه عظم خلاص طيب عندنا الاتش هيباتوس بيلينوميجل هنلاقي ممكن يبقى في السطر كذا حاجه ما تهمنيش برضه انا عايز حاجه واحده هيباتوس بيلينوميجل بعد كده الايه الوبيشيا يعني ايه الوبيشيا شعر بيقع السي كلابنج للفينجرز حد اسمعه في سنه خمسه كتير قوي يعني ايه كلابنج للفينجرز ان انا عندي الانجل ديت يعني انتوا لما بتعملوا اختصار كده في زاويه صح؟ في حته انا شايف لا دي بتروح بقى لان بيحصل بريفريشن للسوفت سيشن اللي موجود هنا خلاص فاسمها كلابنج للفينجرز ده تيست بنعمله عادي تيست مشهور بعد كده كونجينيتال ابنورماليتي كنا قلناها الحصه اللي فاتت على فكره كنا قلناها ان انا عندي المال نيوتريشن ممكن يتسبب حصه النيوتريشن المره اللي فاتت اصلا ان المانيوتريشن اللي هو نقص الفيتامين زياده فيتامين اي ونقص فيتامين سي كان بيعمل لي حاجات زياده فيتامين اي فكانت بتعمل لي كونجينيتال ابنورماليتي خلاص طيب قد ايه بقى 15000 ل 20000 خلاص طب بتعمل لي ثلاث حاجات اثنين صغيرين واحده مسؤوله ايه الاثنين الصغيرين مايكرو كيفالي مخه بيبقى صغير ومايكرو في ثانيه عينه واتريزيا للاكسترنال ريتيو مين يبقى تعرف حاجات من دي في الراس تمام مخه صغير وعينه صغيره ووزنه مقبول ده الكونجنتال ابنورماليتي ماشي طب الاي الكزيما ده مرض جلدي والام اللي هي ايه؟ الميتوزس بتقل عشان بس هنلاقي فيه لا نلاقي فيه بس الحته ديت مكتوبه بشكل غلط الكونتينوس انكريز يعني الانجليزي تدل على الفيتامين اي الكونتينوس انكريز بتخلي ان الميتوزس كتير فلما يحصل ميتوزس كتير يعني ايه؟ الخلايا تفضل قصدي الميتوزس بيقل الميتوزس بيقل تمام فالخلايا بتموت ما بيحصلش ايه؟ ما بيحصلش دبليكيشن للخلايا فبيحصل سيل تمام كل ده بقى واخر حاجه عنده هشاشه عظام في اوستيوبروس تمام طب بيعمل اوستيوبروسيس ازاي عندي حاجتين المفروض ان الاوستيوبروسيس بيحصل نتيجه ان البون ماتريكس بيتاكل طب البون ماتريكس ده بيتكون من حاجتين يا اما مينرالز يا اما اورجانيك ماتيريال الاورجانيك ماتيريال ديت اللي هي ايه بروتين او فات او اي يعني الاورجانيك حاجات اورجانيك طيب مين اللي بيأثر على المينرالز يا كالسيوم يا فيتامين دي طب مين اللي بيأثر على الاورجانيك فيتامين دي خلاص يبقى هو بيعمل اوستيوبروسيس نتيجه ان هو بيعمل
الديتيريشن لمين؟ للاورجانيك كومبوننت بتاع البول ماس. طب لو عملت ديس كونتينيويشن اوف الفيتامين ايه كده هيحصل؟ خلاص كل الحاجات دي ريفرز ما عدا ايه؟ حاجتين الهيباتوس بيلينوميجالي وايه؟ و البول ابنورمال ما بيرجعوش تاني. فده سؤال ممكن يجي بس يعني مستبعد شويه هتحط عليه المعقد. ايه المانيفستيشن بتاعت الهايبر فيتاميزز دي؟ والله لو اكيوت هتعملي المانيفستيشن بتاعت ايه؟ نوزيا فوميتنج. ده نون سبيسيفيك مانيفستيشن اكتر منكم سبيت الف. معلش الارقام هنا مهمه. طب لو كرونيك هيعمل لي الحكيم عنده هشاشه عظام، طب لو انا وقفت كله هيرجع لطبيعته تاني ما عدا البول نورماليتي والهيباتوس بيلينوميجاليز. طيب لما نيجي نتكلم بقى على فيتامين دي، ايه الهايبر فيتاميزز دي؟ تحصل امتى؟ لو زاد عن 25,000 ل 50,000 انترناشونال يونت فيرجن زاد، فتعمل ايه؟ برضه اكيوت وكرونيك. فيتامين دي وظيفته ايه؟ بيعمل ايه؟ يزود الكالسيوم علشان يحصل ان الكالسيوم ده يحصل له ديبوزيشن في البون فبيحصل كالسيفيكيشن، فهو مسؤول عن كالسيفيكيشن ده. فلو اكيوت هيحصل زياده في الكالسيوم. طب والهايبر كالسيميا، هو الكالسيوم بيعمل ايه في جسمنا غير ان هو بيكون الديس او بيكون البون؟ ماسل كونتراكشن. دي نقطه. النقطه الثانيه الكوندكتيفيتي بتاعت في النيرف تمام، الاكشن بوتنشال والحاجات دي. فبالتالي الحاجات اللي مكتوبه جنب الهايبر كالسيميا هي نتيجه للهايبر كالسيميا، ان انا ايه بيحصل ماسل فاتيج هو نتيجه الكونتراكشن ده تمام، زائد يحصل اريتابيليتي. اريتابيليتي هنا في البرين تمام، لان هو بيزود الكوندكشن بتاع النيوروترانسميتر وبالتالي بيعمل اريتابيليتي في البرين. طب الكرونيك عندنا اربعه تي خلاص. عندنا اول حاجه يحصل ايه؟ يحصل كونستيبيشن وانيروسي. ليه بيحصل كونستيبيشن؟ عشان المصدر حصلت فتيك، فبالتالي ما عادش ايه؟ ما عادش فيه كونتراكشن، ما عادش فيه بريستاسيس، فبالتالي حصل كونستيبيشن. طيب اثنين سي تانيين عندنا كالسيفيكيشن، ان هو بيعمل ان الكالسيوم ده عمل كالسيفيكيشن بدري لمين؟ للابيثيزيال كارتج، وبالتالي الشخص ده هيبقى ايه؟ مصاب خلاص، لان الابيثيال كارتج ده المفروض ان هو بيحصل له كالسيفيكيشن بس على مدار سنين معينه، بس هو هيتسرع من العمليه ديت فبنسميها دي اللي بيبرد يعني، فيعمل ايه؟ ريتارد جروث. طب الحاجه الثانيه، ما هو الكالسيوم كتر قوي، فبالتالي بدل ما كان بيترسب في البون بقى بيترسب في التيشوز الثانيه او الاورجنز الثانيه، فيحصل كالسيفيكيشن اوف السوفت تيشوز. يعني مثلا يروح في الجوينت، يروح في الكدني، تمام. طب السي الاخيره بقى الكومبليت ريكفري، بنقول بايه؟ برضو ريفرس، يعني ايه؟ يعني الحاجات دي هترجع تاني بس برضو ما عدا ايه؟ البول ابنورمالتي مش هترجع تاني خلاص، يبقى تاني الهايبر فيتامينوزز دي انا عندي نقارنها دايما بايه؟ ان الكالسيوم زاد اكيوت، يبقى الكالسيوم هيزيد وهيعمل لي ايه؟ فتيج للمصل وهايبر اريتابيلتي او اريتابيلتي في البرين. طب لو كرونيك عندي ايه؟ عندي اربعه سي، الكونستبيشن والانوركسيا. انوركسيا يعني ايه؟ ما بياكلش، فقد شهيه يعني، و هيعمل كالسيفيكيشن بدري ليه؟ للبيبيزيال كارتج، وبالتالي يعمل ريتارد جروث وكالسيفيكيشن للسوفت ولا حاجه. الكومبليت ريكفري هترجع تاني لطبيعتها تمام. السؤالين دول ليك مهم، وبالتالي الصفحه الاولانيه ديت يعني مش حاجه مهمه الا السؤالين دول. وبالتالي لو تحصل كنت ان انا اعمل الفيتامين هتلاقي الخط اتغير كده، الدنيا هتبقى. طيب نيجي بقى للصفحه الثانيه، دي مهمه جدا لان دي اللي بيجي فيها الاسئله. يعني انا عندي دي يا اما فيتامين اي ديفيشنسي يا اما فيتامين دي ديفيشنسي، بيجي في الامتحان. طيب
البابليك هيلث سيجنيفيكت مش مهم قوي ام سي كيو. انا عندي هو الفيتامين ايه ده اشهر حاجه بيعملها ايه البلايندنس صح، بس تحديدا ايه النايت بلايندنس لو انتوا فاكرين في البايو اللي هو الريدوكسين والحاجات دي هو بيعمل نايت بلايندنس. انا عندي حاجتين جلوبال وفي مصر. نحفظها دايما ان انا عندي ثلاث ارقام. جلوبالي كام؟ 3 مليون طفل سنويا. لان هو اصلا بيجي فين؟ في الاطفال، في الاطفال اللي هم من سن 12 سنه ل 23 سنه. في مصر عندنا كمان ثلاث ارقام. عندنا ايه؟ والله هو صف كلينيكال مانيفستيشن 12% من الاطفال وبيسبب بوتس سبوتس دي سبوتس في ال اسمها يا رب في الكورن في 6 من 10% و النايت بلايندنس بقى اللي هو الكومبليت بلايندنس يعني 7 و9 من 10%. ام سي كيو منيش مطر طيب عندي بقى في سؤالين مهمين جدا. عندي ايه هما البوبيوليشن ات ريسك او اللي بنسميهم البريديسبوزنج فاكتور وبعد كده ايه البريفنشن تمام؟ نركز مع بعض. انا عندي لما انا هقول البريديسبوزنج فاكتور دول هقول معاها البريفنشن. يعني هنقول الكلام وهنقول تحت ازاي يمنعه. خلاص؟ تمام. انا عندي الفيتامين ايه ده؟ المفروض ايه مين البوبيوليشن ات ريسك؟ انا عندي اما نقص الانتاج. طب ولو كان بنقص ابزوربشن طب ولو امتص عالي يبقى نقص ستورج او ترانسبورت يعني ما بتتنقلش بتمتص بس ما بتتنقلش. خلاص طيب ازاي اعمل بريفنشن بقى؟ فاكرين كلمة سفن؟ هتقولها كتير النهارده. عندي أول حاجة ده أهم سؤال في الفيتامين إيه ديفيشنسي، إن هو يقول لي إيه إزاي أعمل بريفنشن للفيتامين إيه ديفيشنسي. أول حاجة أزود الإنسولين اللي هو سبلمنتيشن. طب سبلمنتيشن ده ثلاث حاجات، يا إما إن أنا هديه صورة أكل، يا إما إن أنا هزوده في الأكل. يبقى اما هديك صورة اكل اللي هو اكل ريتش ان فيتامين اي زي الايج او فورتيفايد فود. قلنا يعني ايه فورتيفايد فود؟ ان انا بزود الايتم اللي ناقص ده في الاكل الايه اللي الشخص بياكله، او ان انا نيوتريشنال سبلمنتيشن لمين؟ للمدرس وللشلدرن. طب اللي هو مين بقى؟ اللي هو بنسميه الناشونال delivery program of vitamin A. تمام؟ ده بيحصل بقى مين؟ للامهات وللشلدرن. ناشونال ديليفري ان هم بينزلوا هم يوزعوا فيتامين A. خدناه في جدول التطعيمات؟ خدناه في جدول التطعيمات كان امتى وامتى؟ كان في الشهر التاسع وفي الشهر ال 18. خلاص؟ يبقى في الطفل في الشهر التاسع وال 18، في الشهر التاسع كان باخد حبايه واحده، الحبايه فيها 100,000 انترناشونال يوم. خلاص؟ والشهر ال 18 فيها حبايتين يعني 200,000. طب والام؟ تاخد ايه؟ تاخد حبايتين بعد شهر من الولاده.
خلاص تمام. يبقى انا عندي ثلاث حاجات اللي هو سبلمنتيشن، يا اما انا هديله في الاكل، يا اما انا هزوده له في الاكل، يا اما انا هوصله له بنفسه سكويز سكويز في البق يعني. طب بالنسبه للحاجه الثانيه نيوتريشنال ايكونومي ديفلوبمنت، يعني ايه؟ يعني انا هزود انتاج فيتامين ايه وزود الاكل اللي فيه فيتامين ايه، حاجتين ده كله غلطين النهارده. انا عندي اما فروتس وفيجيتابلز بعمل لها كالتيفيشن هزود الزراعه، يا اما انا عندي انيمالز بعمل لها بريدنج للانيمالز والبولز، بزود يعني ايه المحاصيل وبزود الثروه الحيوانيه. خلاص طيب عندي ايه كمان؟ هيلث اديوكيشن، طيب الكلام هيلث اديوكيشن عن طريق فيتامين ايه اورينتد بروجرام، ده مين طبعا؟ للمدرس. وعندنا اثنين بي بريفنشن للديزيز اللي ممكن تعمل فيتامين ايه ديفيشنسي، وبيريودك سيرفي ستادي عشان اعمل ايه اللي كيس فايندنج اند تريتمنت للحالات دي. خلاص يبقى ده اهم سؤال ركز بس فيه. يبقى انا عندي ايه؟ يا اما سبلمنتيشن يا اما اعمل له فورتيفيكيشن او ان انا اعمل نيوتريشنال ايكونوميك ديفولب تمام؟ واعمل ايه؟ هيلث اديوكيشن واثنين بي. حلو نيجي للريسك. فاكرين في الكالسيوم؟ كنا بنقول في الكالسيوم ايه؟ ان انا عندي اوستيو بروسس واوستيو مايليشن، كنا قلنا ايه الفرق بينهم؟ اوستيو مايليشن ده كانت فين؟ كانت في البون وهو بيتكون في البون بيلدنج بروسيس صح؟ لكن في الاوستيو بروسيس لا، البون زي البون وهو بيتكسر وهو البون موجود هو بيتكسر خلاص؟ باكل فيه يعني تمام. طب الريكت ده شبه مين؟ شبه الاوستيو مايليشن. يعني ايه؟ يعني برضه بيجي في البون بيلدنج بروسيس او في البون جروينج خلاص؟ وبالتالي الكلام اللي هنقوله النهارده ده ممكن اشيل الخانه بتاعه الاوستيومايليشيا هناك وهو نفس الكلام ده عليك، ما رضيتش اقول دي يوم تمام. طب هل السؤال هناك بيجي ايه؟ بيجي الاوستيوبروس ليه؟ لان هو المميز هناك مميز للكلس، لكن الاوستيومايليشيا وريك شبه بعض ليه؟ لان هما الاثنين بيجوا في الجروينج. حلو اول حاجه الابيديميولوجي بيقول ان هو خلاص بيجي في الجروينج ايه بوم. طب تاني حاجه البريفلنس بتبقى اكتر في البور كوميونيتي لما بنسبه كام في الميه؟ 25% من البيشنت اللي جايين الام سي اتش تحديدا. ليه؟ لان هو اكتر عرضه فين؟ في الاطفال الصغيرين خلاص، لان هم اللي ايه؟ اللي عندهم جروينج بوم فبيجي في الاطفال الصغيرين، دي برضه 18 اطفال بالهبل. يبقى انا عندي ايه؟ في البور كوميونتي 25% من البيشنت اللي جاي في الام سي اتش عندهم ريك. طب الايج لو قلنا الاطفال الصغيرين من 6 ل 24 شهر. هو ليه من 6؟ قبل 6 ده كان ايه؟ ما هو في بريست ميلك، البريست ميلك كان سفيشنت شويه خلاص. فمن 6 ابتدى ان هو يتعرض لامراض من بره، ابتدى ان هو يتعرض لاكل من بره، فبالتالي ممكن ايه؟ ممكن الفيتامين دي خلاص ل 24 شهر. طب ليه 24 شهر؟ مش اكتر من 24؟ لان بعد 24 هو هيبتدي ان هو يطلع بره ويتعرض للشمس فهيجيب برضه فيتامين دي، يبقى هي دي الفتره. يبقى قبل كده كان بيجيبه من امه وبعد كده هيجيبه من اكتيفيشن في الشمس، فبالتالي هو في الفتره دي ممكن معرض اكتر. طب السيزون اكيد في الايه؟ في الشتاء. ليه؟ عشان برضه الشمس. هل ده مهم؟ لا. ايه اللي مهم؟ برضه البريدسبوزنج فاكتور والبريفنشن خلاص. بصوا هنعمل ايه؟ مش هنقول بقى البريفنشن، هنقول معاداه خلاص. يعني انا عندي اول حاجه في جنرال، وبعد كده في انفايرمنتال وماتيرنال و شايلد واحدة واحدة. عندي الجنرال اللي هو ايه؟ اللو سوشيو ايكونوميك ليفل، هنقولها هنا ايه؟
هدول السوشيو ايكونوميك ديفلوبمنت. خلاص هنا عندي في الانفايرمنت حاجتين، يا اما انا عندي كلاود سكاي يا اما عندي باد سانيتيشن. وباد سانيتيشن ديت هتعمل لي ديزيز، والديزيز ديت هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي نقص في الفيتامين دي. خلاص كلاود سكاي او بول هاوسنج تمام، ملهاش حل هنا قوي. طب بالنسبه هنقولها ده. طب بالنسبه للماتيرنال حاجات الام حاجتين، يا اما ريبيت دايز بيست بريجنسي. هنعمل ايه هنا؟ فاميلي بلان زائد سبيسنج. طب بالنسبه للحاجه الثانيه نقص الانتاج تمام، فهنا هزود الانتاج ليه بالظبط؟ لحاجتين، الكالسيوم والفيتامين دي. كنا هناك في الاوستيوبروسيس كنت بقول ان هو نتيجه برضه نقص فيتامين دي، بس الاكثر نتيجه نقص الكالسيوم، فعشان كده قلنا هناك. لكن هنا هو نقص برضه الاثنين، بس نتيجه نقص فيتامين دي اكتر، عشان كده قلنا هناك. خلاص؟ طب بالنسبه للتشايلد عند اربع حاجات، يا اما اندور لايف برضه ما بتعرضش للشمس، وبالتالي هنا هعمله ايه؟ هزود الاكسبوجر. وزي ما قلت لكم مش لازم الحفظ بالنص يعني، بس نبقى فاهمين الكلام. زياده الاكسبوجر للباراسيتيك ديزيز. تمام؟ هنا هعمل بريفنشن وكنترول للديزيز. طيب بعد كده نقص الانتاج تمام، واخر حاجه البيرث اوردر. هو مين اللي اكثر عرضه كده الطفل ليه؟ في الاخير الطفل الاخير طبعا اكثر عرضه تمام. يبقى لما نيجي نقول البريفنشن، يبقى انا عندي اول حاجه هعمل سوشيو ايكونوميك ديفولبمنت. طب بالنسبه للانفايرمنت ما فيهاش حاجه، ممكن بس لو انا عايز اكتب في الانفايرمنت هعمل ايه؟ جود سانيتيشن علشان اقلل الديزيز. طب الماتيرنال هي بول هاوسنج، معناها ما بتطلعش الميه ما بتتعرضش للضغط. حاجتين، هو يا اما ما بتتعرضش للشمس يا اما بتتعرض، بس هو بول هاوسنج معناه ان في ضغط كتير ومفيش سانيتيشن في مفيش تهويه كفايه في البيت يعني. فده اسمها بول هاوسنج. طيب يبقى ريبيت دايز بيست بريجنسي، خلاص هعمل لها فاميلي بالانس وذ بيست. طب نقص الانتيك هزود الانتاج ازاي؟ البريست فيدنج زائد ان هي بالانس دايت، يعني حاجات ليها وحاجات للطفل. خلاص؟ طب للتشايلد الاندو لايف المفروض ان يزيد الاكسبوجر للصن، الاكسبوجر للباراسيتيك ديزيزز، فهقلل اعمل بريفنشن وكنترول ايه؟ للديزيزز اللي ممكن تعمل لي ديفيشنسي. نقص الانتاج برضه انكارج البريست فيدنج، وبيرث اوردر دي ما فيهاش حاجه، ما احنا قلناها فوق مع الفاميلي بلاننج. هو الفكره كلها ان اي طفل بياخد منها تمام، هو الطفل الاخير مع انس بيست بريجننسي فما بيلاقيش حاجه ياخدها، وبالتالي بيبقى عنده يعني الاستورج عنده فيتامين دي قليله. خلاص تمام. اخر بقى حاجه ما قلناهاش هنا، اللي هي في التشايلد بديله فيتامين دي دروبس. دي بقى المختلف. خلاص الدروبز ديت فيها حاجتين، يا اما نتيجه بروفلاكسس انا عايز امنع، يا اما هو جاله المرض فانا عايز اعالجه. خلاص عايز امنعه بديله قد ايه؟ الجرعات هنا دي مهمه، من 400 ل 800 انترناشونال يونت بير دي. طب لو عايز اعالجه 1500 ل 5000 انترناشونال يونت بير دي، او ان انا اديله 200000 انترا ماسكولار بقى مش اورال كل 6 شهور. طب كل 6 شهور من امتى؟ من اول 3 شهور، يعني بعد ما هو يكمل 3 شهور هديله سبلمنتيشن للفيتامين دي، وخصوصا مين بقى؟ خصوصا البوتل فيلد. ليه؟ ما هو علشان هو ما يبقاش عنده كفايه من فيتامين دي. خلاص؟ تمام كده؟ فالسؤال ده مهم جدا، سواء ده او ده، يبقى يجي يقول لي ايه؟
يا اما اقول للبوبيوليشن ادريس. خلي بالكم بقى في نقطه ممكن يقول للبوبيوليشن ادريس هتبقى تحور في طريقه الاجابه نفسها. يعني انا بتكلم على ناس بوبيوليشن ادريس بتكلم على ناس تمام. فاقول هنا بدل ما اقول سوشيو ايكونوميك ليفل هقول ايه البيبلز او البور بيبلز مثلا او اللي هم عايشين في سوشيو ايكونوميك ليفل قليل. فهريت ده للناس الناس اللي عايشين في اندو لايف الناس اللي عندهم بسنتيج خلاص. فهنزود دي لو هو طلب مني بوبيليشن ادريس. لكن لو بريسبوزنج فاكتور انا بكتب زي ما مكتوب كده. طب البريفنشن احنا ممكن نقسمها برضو جنرال وماترنال وتشايلد. ماشي هل عندك سؤال؟ الصفحه دي مهمه جدا. الفيتامين اي ديفيشنسي ما جاش قبل كده عربي هو ممكن يجيب ده اللي بيجي كتير. دي هو اللي بيجي كتير ممكن يجيب ايه برضه مفيش مشكله. وكلمه فيتامين اي قلنا حاجه اسمها ايه؟ ناشونال دليفري بروجرام فور الفيتامين اي. ممكن نجيب السؤال ده اللي هي الحته دي مثلا. يعني ايه؟ يعني يقول لك اشرح لي. بس ده لو جابه هنشرح برضه التريتمنت كله. يبقى يعني ممكن يجيب السؤال ده. بس ايه هو الناشونال دليفري بروجرام للفيتامين اي في حاله الراجل الفيتامين اي ديفيشنسي؟ ده بالنسبه لمين؟ للفات سيرفر بايت. نيجي بقى لمين؟ للبوست. الوتر سيرفر بايت دول اللي هم مين؟ عندي فيتامين بي وسي وطبعا بي بانواعه بقى. عندي بي كام واحد؟ نسمعهم كده هو واحد ده اسمه ايه؟ الثيامين واثنين رايبو لافين وثلاثة مياسين مش أربعة على خمسة سي ستة الفيروبيبزين في عشرة اللي هو فوليك أسيدز وفي 12 اللي هو إيه؟ سيانوكوبالامين. طيب هنلاقي عندنا في الصفحة ديت الثيامين وجنبه النيازين وهنلاقي في الصفحه اخيرا كده الريبوفلافين والبيروبيبزين. هنعمل عليهم قراءه الجدول اللي المطلوب في الاخر ده بتاعه خلاص ملوش لازمه. تمام هناخد بقى ليه الثيامين بطلوا كلام اللي هو بي واحد والنيازين اللي هو بي ثلاثه ايه؟ هو لسه صفحتين هو انت بتذاكر من كده احسن. طب ممكن تصوروا الاربع صفحات دول اريح لي في الكتاب. مع الاربع صفحات دول لما صح هتلاقي الكتاب كده ليه كتير صح؟ طيب في واحد الطيارين هنلاقي مكتوب عندنا بس عشان برضه نبقى متفقين الفانكشن والتوكسيستي وهنلاقي فيتامين بي 3 توكسيس قراءه. فانا يهمني ايه؟ الديفيشنسي كل واحد. التوكسيستي اللي موجوده فوق دي ما تهمنيش. طيب الثيامين ديفيشنسي بيعمل مرض اسمه البيري بيري. تمام؟ انا عندي ايه؟ عندي سؤالين برضه هنعمل بالظبط زي ما عملنا في الفيتامين دي. عندي البريديسبوزنج فاكتور او البوبيوليشن ادريس وعندي البريفنشن. تمام واحده واحده البريديسبوزنج فاكتور والله في عندي التايب اوف الفود نفسه يا اما في حاجات في الكوكينج ميثود يا اما في حاجات في الهوست فاكتور. حلو الثيامين ده بيبقى موجود نعرفه دايما افتكره بايه؟
ثم نتلخبط، لان احنا نتلخبط ما بين ده وده والفيتامين سي. فهنعرف نعرفهم ازاي؟ الثيامين ده اللي موجود في الدي اللي هو الاسمر، تمام، اللي بنسميه الهول جرين، تمام، اللي هو عارفين الهول جرين ده اللي هو مش الرز الابيض، لان الرز الابيض ده مش حلو، تمام، اللي هو عارفين الرده، تمام، الرده دي بتيجي منين؟ هو بالقشره بتاعت القمح نفسه، هي دي اللي فيها الفيتامين اي بس، خلاص؟ وبالتالي يقول لك العيش الرده ده احسن من العيش العادي عشان في الثيامين، ده مهم يعني. هي الجرين مش شرط قمح، الجرين دي مش شرط قمح، صقليات عموما القشرة. أمور مهمة جدا. طب النياسين؟ النياسين ده اللي موجود في الويد اللي هو الإيه؟ القمح. مش موجود في المين اللي هو الذرة. تمام؟ والله الكلام هنقول دلوقتي. طب الفيتامين سي بقى؟ الفيتامين سي موجود في الفروتس والفيجيتابلز، مش موجود في الأنيمال شوية. خلاص؟ طيب. نيجي بقى لمين؟ للثيامين. الطيب بتاع الأكل عندي إيه؟ الرايس، وخصوصا الوايت رايس اللي هو الأكلة الشعبية عند مين؟ الناس اللي هم التشاينيز والجابان. الناس اللي عندهم بيرجر كتير. أو الأوفر بولش جرين. يعني إيه أوفر بولش؟ المطحونة كتير يعني. أو الهاي كربوهيدرات دايت. عايز اقول لك عشان بص عشان نحفظها نوع الاكل، نوع الاكل، تمام، رز ابيض تشبيته منزوعه محروس كتير وباخد معاه كربوهيدرات كتير، ده ما فيهوش صيامين، تمام. لكن لما نيجي نقول البريفنشن بتاعه هنقول ايه؟ لا الهول جرين، ان انا استخدم الهول جرين. خلاص انا هقول دلوقتي بس خلينا نخلص من الاول. طب الكوكينج ميثود بقى عندي فيه ثلاث حاجات. الاوفر كوكينج ده انا ايه؟ بيتعرض لدرجه حراره عاليه فبرضه بيتكسر. او اكسبوجر، لا الاوفر كوكينج او الاوفر كارينج، يعني ايه كارينج؟ معلبات يعني بيتكسر برضه. او الصوديوم بايكربونيت اللي هو البيكنج باودر. البيكنج باودر ما عارفينش اللي هو حاطه على الطعميه ده برضه ده بيكسر الفيتامين من بي 1 خلاص، بيتصل مكانه الييست المفروض. يعني ايه ييست؟ خمير. طب الهوست فاكتور الفيلنربل جروبس اللي هم الهارد وورك خلاص؟ ايه؟ الناس اللي الناس اللي بتشتغل كتير محتاجين صيامين يعني؟ انا كده احنا الناس اللي بتشتغل كتير محتاجين صيامين. طب ازاي اعمل بريفنشن بقى؟ ازاي اعمل بريفنشن؟ عندي اول حاجه برضه سكر، تمام؟ الاس خلاص والاف مش محتاجين فيها كلام. سبلمنتيشن نعرف دايما كده نثبت كلمتين في سبلمنتيشن وكونتريبيوشن. سبلمنتيشن اوف الايه؟ طب الفيتامين بي 12 او الحاجه اللي ناقصه في صورتين، يا اما في صوره دراج يا اما في صوره اكل. حلو؟ يعني نثبت بس الكلمه دي. طب فورتيفيكيشن يعني ايه؟ هي مش لازم تفسرها، احنا نعمل فورتيفاي الاكل اللي هو او اليوجوال فود اللي هو بياكله ده والفيتامين بي 1 خلاص؟ طيب نيوتريشنال ايديوكيشن. نيوتريشنال ايديوكيشن ده بجد حاجه اللي هم ايه؟ اللي هم الهم عكس دول، تمام؟ يعني مثلا هناخد بدل ما يستخدم الرايز يستخدم ايه؟ الهول جرين خلاص؟ تمام. الاوفر بولشنج افويد الاوفر بولشنج خلاص؟ بعد كده الاوفر كوكينج افويد، الاوفر كيرنج افويد، بدل ما افويد اليوز اوف الصوديوم بايكربونيت، تمام؟ هعمل بس دي كمان فيها بقى حاجتين ما كانوش موجودين في البريسبوزنج فاكتور اللي هو كوكينج ويز ليتل اماونت من الوتر.
لان برضو المايه كتير بتتصرف. تمام. والحاجه الاخيره اللي هي ايه؟ اللي هي الانيمال. تمام. يبقى عرفنا بس هنحفظه ازاي؟ برضو ده سؤال وده سؤال. ايه هي البروبوزيت فاكتور او البوبيوليشن ادريس؟ وعرفت جه سؤال بوبيوليشن ادريس، يبقى انا اولف الاجابه على ان دول بوبيوليشن ادريس. خلاص. يبقى نوع الاكل او الكوكينج ميثود او الهوست. هنا المميز ليه؟ ان انا هعمل سبلمنتيشن اوف دول او سبلمنتيشن للفيتامين بي 1، يا اما صوره دواء يا اما صوره اكل لمين؟ للناس دول تحديدا. طب فورتيفيكيشن خلاص مش فاكر انا، نيوتريشن ايدوكيشن دي الحاجات دي اللي هم عندهم كده سبع نقط. نيجي للمايكين. المايكين ده قلنا بتاع القمح موجود فين؟ في الذره. ده بيعمل لي مرض اسمه ايه بقى؟ خلاص. طيب اول حاجه برضو عندي نفس الفكره في الديسبوزنج فاكتور او بوبيوليشن اتريس، وعندي البريفنشن. في عندي البريفلنس في الاول هنشوفها دلوقتي. نفس الفكره عندي التايب اوف الفود اللي هو الميل الذره. ليه بقى الذره ده ما فيهوش نيوتين؟ هو فيه بس في باوند فور، يعني ايه؟ ما بيتصلش بسهوله. ثاني حاجه بيحتوي على بلوروجينيك فاكتور. يعني ايه بلوروجينيك فاكتور؟ حاجات بتسبب بليجرا اللي هو ايه؟ ثلاثه اسيتايل بايريدين. تمام. واخر حاجه ان هو بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على التريبتوفان قليل. التريبتوفان ده اللي هو اصلا اللي بيصنع النيتروجين. خلاص. فده نوع علاج. طيب بالنسبه للبوست مفيش بقى كوكينج الهوست فاكتور. مين يا ترى الاكثر عرضه؟ حاجتين، راجل فلاح كبير. تمام. او واحد بيتعرض للجي اي تي ديستربنس. خلاص. طيب نيجي نتكلم على البريفنشن. في حاجات جنرال، في حاجات ديستربنس. ايه الحاجات الجنرال؟ عندي أربع حاجات. سوشيو ايكونوميك ديفولبمنت، وهمنع الديزيزز اللي ممكن تسبب النقص، وانكرج حاجتين. خلاص؟ انكرج اللي هي ازود الانيمال فود، قلنا الانيمال هنكتب جنبها ايه؟ بريد. والفروتس والفيجيتابلز هنكتب جنبها ايه؟ كالتيفيشن. خلاص؟ قبل السبيسيفيك نفس الفكره، انا هنا هستخدم الميل، فبدل ما استخدم الميل هستخدم الويت. طب لو ما عرفتش استخدمت الميل فهعمل فورتيفاي. يعني ايه؟ يعني فورتيفاي الويت مع الميل. خلاص. وثالث حاجه اللي هي ازود الانيمال ماشي. نيجي بقى نلاقي في سؤال قبلها كده البريفلنس، مش مهم البريفلنس بتاعها بنقول موجود فين؟ موجود في لور ايجيبت اكثر من ابر ايجيبت، واللور ايجيبت ده اللي هو احنا يعني لما استخرجنا. بس دلوقتي ابتدى ان هو ايه؟ يقل. ليه؟ نتيجه السوشيو ايكونوميك ديفلوبمنت، وحصل يعني زياده الليفنج كونديشن، واستخدام القمح بدل الميز، مش عارفين مش مهم الحتة دي. بدل الهيميني برضه نفس الفكرة، أنا عندي إيه؟ أوبيوليشن أتريسك، إن أنا بستخدم الميز أو راجل فلاح كبير عنده جي أي تي ديستربنس. أو إن أنا أعمل بريفنشن، إزاي؟ جنرال وسبيسيفيك. طب مين الأهم؟ الثيامين ولا النيتين؟ لا الثيامين. يعني ده اللي بيجي أكتر. خلاص؟ هو عموما الاثنين ما فيش قبل كده في الامتحانات.
مجهوش، بس انا بقول الاحتماليه اه ممكن يغير ويجيب في دول، دول ممكن يجي مش مشكله. اخر بقى صفحه برضه هنحط فيها شويه حاجات مجنونه عندنا بقى الفوليك اسيد والساينوكوبالامين والفيتامين سي طبعا. الفوليك اسيد اللي هو كام؟ 10. وعندي فيتامين بي 12. ايه المهم فيهم؟ الفوليك اسيد ده عندنا في حاجه اسمها البوبيوليشن ات ريسك بس مش عايز حاجه ثانيه منه. في كلمه ايه؟ ايه؟ اي سي وفي ام في الاخر. طيب برضه نفس السؤال فين؟ الفيتامين دي طيب برضه ايه؟ بي سي دي بي. عندي هنا الالكوهول او الالكوهوليزم البريجننسي الكرونيك دايريا. عندي دراجز هي دراجز بتعمل ايه؟ او زي ايه؟ زي الاورال كونتراسبتيف بيلز او الميثوتريكسين والايه اللي هي الايه اللي هي انت ماشي. واخر حاجه الايه؟ المال فلين. تمام. طب الفيتامين بي 12 نفس الفكره برضه. عندي الايه؟ اتروفي. اتروفي الايه؟ للجاستيك جلوكوز. ليه؟ عشان دي فيها الانزيم فاكتور المسؤول عن الابزوربشن بتاع فيتامين بي 12. البي البابرتي. السي الكرونيك ديزيز. دي برضه دراجز بس الدراجز هنا بتعمل الكهولوريزي اللي هي تقلل الاتش سي ال. قلت لك لما بتقلل الاتش سي ال بيقل معاها كمان الانترنس فيلم. واخر حاجه الناس اللي هم فيجيتيريان. ليه فيجيتيريان؟ علشان ده موجود فين؟ يبقى فيتامين بي 12 بنعلم عليه كده ده موجود في الانيمال فود. لكن فيتامين سي هنقول كمان شويه ده موجود في العكس. هو احنا قلنا الدراج بتعمل ايه؟ مين؟ لا لا 12 ال 12 بتعمل اقل كوبريتي اللي هي بتقلل الاتش سي ال. ما انا ما اعرفش انطقها من يوم بس بتقلل الاتش سي ال يعني. خلاص؟ طيب البريفنشن ممكن يجي البريفنشن بتاع فيتامين دي كله لكنه يعني صعب شويه. عندي ثلاث حاجات. يا اما انا هعمل سبلمنتيشن للفيتامين دي مفيش مشكله قصدي فيتامين دي 12. طب نفترض ان انا عندي نقص في الانترنسيك فاكتور. هعمل سبلمنتيشن للفيتامين دي 12؟ لا. ليه؟ ما هو كده مش هيحصل حاجه. فلازم ان انا اديله انترنسيك فاكتور. ده بيفضل ياخد انترنسيك فاكتور طول عمره يعني. بيبدا ب 1000 مللي جرام ديلي في مده شهر وبعد كده بيكمل 1000 كل يبقى 1000 لمده شهر كل يوم وبعد كده 1000 كل شهر. تمام. واخر حاجه بريفنشن اند كنترول الديزيز اللي ممكن تعمل نقص فيتامين بي 12. هل دول مهمين؟ مش قد كده. خلاص انا بقول لو حد يجيب يعني. طيب اخر بقى حاجه مهمه الفيتامين سي. تمام. هنلاقي قبلها فوق برضو عندي الفسيولوجيكال رول والاكسس انتيك ما تعلمنيش في حاجه الديفيشنت اللي هو السكيرف. كان له اسم بالعربي اسمه ايه؟ ايه بقى الحاجه اللي ممكن تيجي في السكيرف ده؟ برضو عندي حاجتين البوبيوليشن ات ريسك وازاي برضو اعمل بريفنشن. تمام.
مين هم البوبيوليشن اسوس عند نوع الاكل او الكوكينج ميثود او الهوست فاكتور. الطيب بتاع الاكل مين الناس اللي هم الانيمال في قليل لكن الفيجيتابلز والفروتس هم اللي فيهم كتير. طب الكوكينج ميثود زياده الهيت او لا ما عشان ما نتلخبطش انا قلتها ركز. لا فيتامين دي موجود في الفروتس والبيض. فيتامين بي 12 موجود فين في الانيمال. بقول الطيب بتاع الاكل ان الانيمال فيه قليل والفروتس والفيجيتابلز فيهم كتير. بس هو كتبها كده في الكتاب عادي يعني. عايزين نكتب مين الاتريسك اللي هو الناس اللي بتاكل الانيمال فود بس ما بتاكلش فروتس وفيجيتابلز عادي. هو كتبها في الكتاب مش هشرحها كده عادي. طيب الكوكينج ميثود يا اما زياده الهيت او زياده الاكسبوجر تو الاي تمام. طب الهوست فاكتور مين يا ترى اكثر عرضه للدنر والجروبس؟ عندنا البوتل فيد انفنت او امه بريجننت او لاكتيتنج او واحد وركينج او واحد عنده ايه او واحد راجل كبير. ده ما يهمنيش قوي قد ما يهمني البريفنشن. البريفنشن عامل ايه؟ supplementation بس لحاجتين لمين بقى؟ للناس ده هم البوتل فيت والورك والوركينج اللي هو في الديزرت. ليه؟ ما هو مفيش اكل او في الايزوليتد اريز يعني ما فيش اكل وما فيش اكل فريش تمام. والحاجه الثانيه البوتل فيت. طيب نيوتريشنال education ان انا ازود الفروتس والفيجيتابلز زائد في سؤال مهم مهم جدا اللي هو في الاخر اللي افويد الحاجات اللي ممكن تعمل فيتامين سي ديستركشن. ازاي؟ ده سؤال مهم ده ممكن يجي لوحده. ايه الحاجات اللي ممكن تعمل فيتامين سي ديستركشن؟ افويدها ازاي؟ اتجنبها ازاي؟ عندنا ست جمل. عندنا جملتين طبق وجملتين تقطيع وجملتين تخزين. نحفظها كده طق وتقطيع وتخزين. المفروض ان الطق هقلل درجه الحراره يعني يبقى شورت ديوريشن شورت كولينج تايم. ليه؟ ما احنا قلنا ان هو الاكسسي او الاكسبوجر للايه فبالتالي هيبقى تخزينه. طب لو حبيت ان انا اغلي يبقى هعمل بويلنج قبل ما انا احط الفروتس والفيجيتابلز خلاص. فبالنسبه للفضل. طب التقطيع افويد الكاتنج انت سمول بيت. ليه؟ عشان بيزود السيرفس اريا يعني فبيتكسر. طب لو انا برضه عايز اقطع يبقى ايه؟ بيفور اليوز على طول قبل الاستخدام. طب التخزين برضه عندي حاجتين المفروض استخدم الالومنيوم او ستانلس ستيل بدل الكبر. ليه؟ لان الكبر بيبوظه. طب ويتخزن فين؟ في الريفريجريتور مش في الروم تمبرتشر. خلاص يبقى بنقول الطب افويد الاكسس هيت. طب لو انا عايز اسخن يبقى قبل ما انا اطبخ تمام. طب التقطيع برضه افويد ان انا اقطع سمول بيسز. طب لو عايز اقطع يبقى ساعة الاستخدام. طب التخزين هرمونيوم او ستانلس ستيل و الثلاجة بس كده. اظن الاربع صفحات هنلاقيهم هم شكلهم رخم بس